إن شاء الله راح نتكلم في هذا الموضوع عن علاقة العمل مع المسن والرجل العجوز وكبار السن. أيضا هناك اتجاه في بعض الدول المتقدمة مثل أمريكا وبريطانيا إلى آخر من الدول المتقدمة، هو أن انتقال العامل الذي يعمل بعد 45 عاما من العمل العضلي إلى أعمال أخف أكثر. وأيضا المسنون عادة لا تناسبهم الأعمال التي لا يمكنهم التحكم في سرعتها أو تلك التي يرهقهم فيها الجري وراء الحافز المادي. أيضا العمل المتقطع ممكن يكون متعب للمسنين، أو تلك الأعمال التي يعني تتطلب الحركة المستمرة أو سرعة الأداء، يعني أو مثلا الحاجة إلى تعليم مهارات جديدة بشكل يعني مستمر. كلها أعمال ممكن تسبب إرهاق شديد على يعني المسن أو كبير السن. إلى هنا انتهت درس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.